فاش اخويا هاك ورم سودك يا حاسو مش يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وغالى اولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجرين الذي اجرت لنا لا نار مسيره الغالبين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. وكذلك سهلنا لكل نبي عدوا عدوا شياطين الانس والجن وفي بعضهم الى بعض زغرف الغول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
يا اخو صدر سيدي ابليس بيقصد سيدي يا حضر الله فرع الله ابليس بوش غيسا اوغو ترى ابليس بوش غيسا وهبر جني ابرت الصومالي بحسب المسبيان اذا سويش تاوريا اللي انا امو الشيطان شيطان كهو يدي اذا سويش تاك مرمى حدي يساك تدي يا اقيت تاك انتك كبا حوريا بح بح اله جهنمك وقي اله وكسر الله اكبر شيطان كسكنا ستة الحمد لله قدر لا قصر احنا صليت لا سرعة حلو صليت امي ساعة عرورة ميغا كاسو دلمتي امي ساعة عرورة شهر كوهل امي ساعة عرورة كاسو دلمتي ودهان شن باقتي وحا عرورة شهر كسو دلمتي هي يلا هم طالع هم طالع طالع ما قبل يجري ايش تبي بلوت مرك مرك بنان كي ما حدا عمل وارك حقي حق دا وقي من بوذا يا ابن هيك من قرب الله على عمل حقي لا جوع يا ابرج اني بك هذا شيء عيت انا صاحب قلي حورت جنك وقت قال ما عرفت جرتدي إلا وفوسا في بابلين ثم دمرنا اللاغنين أنا في أوليتا أهلت أنا وجلس وحضى بعض الشيء إن هذا الشيء راجع ولقد درانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم غلوب لا يبقون بها لهم غلوب لا يبقون بها ولا معين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أرسل عليكم أشواد من نار ونحاس فلا تنتظران فبأي آلاء ربكما تكذبان وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك.